مرحبا. سلطة حمد بن جاسم، وصف المعارضة السورية بأنها سلطة، بس يعني كيف صارت هاي السلطة ومين عملها؟ يعني أول ما قامت الثورة السورية، سفراء الدول الأجنبية صارت تتواصل مع رموز المعارضة بالداخل. طبعا مين رموز المعارضة بالداخل؟ يعني ربيع دمشق، سجناء ربيع دمشق، اللي هن يعني عارضوا بشار الأسد بعد بالفترة اللي يعني ظهروا بعد الساحة، عارضوا بشار الأسد، وهن ترجمة لمطالب في الإصلاحات الديمقراطية في سوريا. المطالب بلشت مو جديدة، يعني بال79 طلع بيان التجمع الوطني الديمقراطي اللي كان في رياض الترك وجمال الأتاسي ودولي الآخرين وبعث الشباط وحزب العمال الثوري، تقريبا كانوا هدول الأربعة، كنت يومتها أنا معهم. المهم طلع البيان مطالب التجمع، مطالبه معروفة إلى اليوم، نفسها ما تغيرت، إلغاء حال الطوارئ، انتخابات حرة، سيادة قانون، محاربة الفساد، حرية الرأي، حرية الكذا، يعني هيك شيء، تعددية حزبية، إلغاء نظام الحزب الواحد، ونفسها هي المطالب ما تغيرت. ربيع دمشق تبناها ومشي فيها، وقدم سجناء ربيع دمشق العشرة المعروفين، وبعدين بعدهم شوية وصلوا لل25. وقت قامت الثورة، رموز إعلان دمشق وبيان إعلان دمشق كان واضح وكافي، يعني كافي لأنه يعني يكون جامعة للمعارضة السورية من لون واحد، وبيعرفوا بعضهم وشغلين مع بعضهم وموحدين، وفي صيغة تفاهمية مع الكرد ومع غيره، مع يعني كله كانوا، يعني إعلان دمشق كان غطاء كافي ورؤية واضحة للمعارضة السورية، وكان إطار توحيد مقبول جدا للمعارضة السورية، وهن يتواصلوا معهم، دول الأجنبية يتواصلوا بالداخل على أساس أنه هدول الرموز يعني ممكن يمثلوا الشعب السوري إذا ما بدنا نحكي على انتخابات. إذا ما كان في سلطة بالأول، كان في إعلان دمشق، كان في إطار واضح فكري واضح، وكان في مطالب واضحة، والناس نزلت على نفس المطالب، ما نزلت مطالب بغيرها، ونزلت مظاهرات وماشي الأمور. اللي صار إنه بعد شهرين ثلاثة يعني فشل المعارضة بالداخل إنه يعملوا مؤتمر، حاولوا يعملوه برا فشل، صار مؤتمر أنطاليا. مؤتمر أنطاليا كان يعني ما له علاقة بربيع دمشق أو بإعلان دمشق، لسبب يعني كان رموز جمعوا بعضهم بالخارج، ما حدا اعترف فيه، كمان راح ما صار شيء. قرروا فجأة، قرر الدول الغربية ان تشكل المعارضة السورية جسد واحد. شو من مين؟ من اعلان دمشق اللي طلعوا لبرا، وكلهم طالعون لبرا، يعني الدول الاجنبية سعت جاهدة لاخراج رموز اعلان دمشق وربيع دمشق الى الخارج. هني سعدوا واعطونا اللجوء فورا، يعني من البيوت نعطون اللجوء يطلعوا للخارج على اساس انه شكلوا برا مجلس او شيء من هذا لقياده هذه الثوره. المشكله الاولى اللي نشات انه الفرنسي والقطري والتركي يعني حطوا اصبعتهم بالاصبع وشكلوا المجلس الوطني برئاسه الاخوان المسلمين وبرعايته، يعني اعتمدوا على الاخوان المسلمين اللي ما لهم علاقه لا بالثوره ولا بربيع دمشق. يعني رغم انه نوافقوا على اعلان دمشق لكن ضمن صيغة معينة، جابوا هالمجلس الوطني على اساس تجسيد، يعني يفترض ان يكون تجسيد لاعلان دمشق، لكن عطوا المصاري والسلطة والسيادة بالمجلس الوطني لمين؟ للاخوان. حتى الان يعني حتى هذه اللحظة كانت هاي السلطة يعني فيها شوية انسجام بين بعضها، يعني بندورة وفليفلي وكذا، يعني قراب من بعضهم. اللي صار بعد فترة انه حشكوا ناس، يعني دخلوا ناس ما له علاقة لا بالثورة ولا بالأحزاب ولا بإعلان دمشق ولا بشي، دخلوا ناس وكلاء لهم
ليزيد عدد تصويتي، ليصير التصويت بإيد جماعة معينة ممكن أن تتميز. وبالتالي الإخوان المسلمين سعوا بالتوافق مع الدول العربية على إدخال عدد كبير من النشطاء اللي ما لهم تاريخ سياسي ولا لهم رموز ولا شيء. هلأ كل هاي الرموز واللي لهم نشاط عمليا منفصلين عن الشارع لأنه ما في تنظيمات، يعني نخب ذات صفة يعني منفصلة تقريبا عن الحراك في الشارع، لكن في توافق من ناحية الفكرة يعني. فالتركيبة الأولى للمجلس الوطني كانت إلى حد ما تعكس التناقض بين الإخوان والآخرين، وكان بقيادة الإخوان. هاي الرموز ربيع دمشق بلشت تتفل من 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 المجلس الوطني، وبلش يفقد المجلس الوطني طابعه. شو طابعه؟ الموحد على أهداف معينة وعلى برنامج معين وعلى ناس بتعرف بعضها وشاغلة مع بعضها، وما في داعي لنقول لا توحدي أو ما توحدي أو الآخري. ما كان في مشكلة توحيد للمعارضة. دخلت الدول العربية أيضا في موضوع الائتلاف ومن ثم توسعة الائتلاف، واخترعوا شغلة المنصات طالعونا منصات بالداخل وبالخارج، ومنصة هيئة التنسيق ومنصة القاهرة ومنصة تركيا ومنصة موسكو. شو دخلونا منصات ويدخلوا رموز جديدة ما العلاقة بشي، يعني دخلوها على المعارضة. هون صارت السلطة. مين هاي الرموز؟ الرموز يعني مجموعة ناس مالهم تاريخ بفضلوا مصالحهم الخاصة على أي شيء تاني، استغلوا شغلة أساسية، حب الزعامة والظهور والمصالح الخاصة، وجابوا هاي العالم وحطوها. ليش؟ لسبب وحيد، إنها بتقول نعم ما بتقول لا. شو بتكون أمركم؟ أنا بأمركم. جاء دخلوا ناس شي من كان، شي موالي لقطر، شي موالي للأردن، شي موالي لمصر، شي موالي للسعودية، شي موالي لتركيا، شي موالي لموسكو، شي ما دخلت السلطة. هون صارت السلطة. السلطة هي الدول المتدخلة التي تدخلت في اختيار قيادة الشعب السوري، وصاروا هذول أغلبية. وبما أنه الإخوان المسلمين كانوا يعني ميالين أكثر إلى أنه يسيطروا، وبالتالي اعتمدوا على هذه الفئة لكي يعني يشعروا أنهن متحكمين بالقرار. وعندما وافق الإخوان المسلمين على الدخول بجنيف، وكان هو المطلوب يعني رغم أنه قالوا نحن ضد، لكن هن عمليا اللي وافقوا على الدخول بجنيف، أصبح بقى كل الناس اللي بترفض جنيف أصبحت يعني عمليا مستبعدة. قسم منهم استقال فورا، وهذا القسم يعني اللي المهم. والقسم الثاني استمر. ليش يعني استمر؟ لأنه حسبوه على الشكل التالي، انه انا موجود هلا بالداكي، النجاح انسقط النظام انا اوتوماتيك رايح على السلطه، والنجاح التفاوض اللي حصه من السلطه. هذا هو المنطق اللي كانوا عايشين فيه. طيب انت ماشي الامور على تفاوض مع النظام وانت بعدت عن الشارع، بقول لك انا اذا استقلت شو البديل؟ بجيبوا غيري، ما بتغير شيء، وبالتالي انا ليش لحتى استقيل؟ يعني تحججوا بالغاية انه بيجيبوا غيرهم، الدول بدها جنيف والدول بدها هيك وكذا والى اخره، فبيجيبوا غيري، ليش انا لحتى مدل؟ هو الاصل بالقصة كلها مش انه بيجيبوا غيري ولا ما بيجيبوا غيري ولا كذا، الاصل بالقصة كلها هو لن يستقيل الا اذا تضررت مصالحه الخاصة، وبيستمر باي شغلة طالما مصالحه الخاصة موجودة. يعني إذا كان البديل بيضمه له فهو بيرحب بالبديل، أما إذا البديل ما بيضمه له فهو ضده. وهكذا استمرت الروح الانتهازية شغالة، واستمرت مسيرة التخاذل والخيانة. طيب النظام فتوا على جنيف، لا ضمانات ولا محددات زمنية ولا أهداف واضحة ولا شيء، فتوا على التفاوض دون أي شيء. النظام مستمر بالحل العسكري، وانتوا عم تتراجعوا وتسلموا المناطق تباعا، وفي النهاية لا صار حل سياسي ولا سقط النظام، يعني لا شاركتوا بالحكم ولا سقط النظام، ومع ذلك لم يستقيلوا.
ما استقالوا يعني عدد بسيط استقال، بعدين استمروا طلعوا باللجنة الدستورية. بتعرفوا انه اللجنة الدستورية يعني دستور بده يكتبه الشعب، مو هيك يعني؟ مين انت لحتى تكتب دستور؟ ومع ذلك ما حدا تحرك ضميره. لك يا اخي، موضوع لو موضوع تمثيل مثلا هيك مظاهرة او تمثيل كذا ما ممكن نتخاطفه، بس كتاب الدستور بده شرعية، مو هيك يعني؟ بده ناس منتخبين، لانه في النهاية الدستور بده يطبقه الشعب. ما لي شيء، دلوا قاعدين لا بيفهموا بالدستور ولا بيفهموا، دلوا قاعدين ومثل عادي. وسمتهم دولتين، بتعرفوا تركيا وروسيا. تركيا وروسيا هي اللي اختارت واستبعدت كل شيء له علاقة بالوطنية السورية، إن كان من طرف النظام ولا المجتمع المدني ولا ما حدا له علاقة بسوريا، ولا حدا له علاقة بالثورة، ولا حدا له علاقة بالدستور، ولا له علاقة بالسياسة. جابوه هن يقولوا له نعم مشان يفرضوا دستور تكتبه الدول المتنفذة. فهدول وكلاء الدول اللي جابوهن هن صاروا هن أساس المعارضة، وهن اللجنة الدستورية، وهن كل شيء. هون بقى وقت اللي شح التمويل بلشت بعض الناس تستقيل. فإذا السلطة بالأساس يعني الخيار والفجل والبصل والمدري شو ما أجوا من الشعب السوري، مو الشعب السوري طالعون يعني. الشعب السوري كان موحد على أهداف واضحة من عام 1979. من عام 1979 أنا ما شفت غيرها لهذه الأهداف، حتى الإخوان المسلمين وافقوا عليها. بال 79 وافقوا، مو الإخوان هدول يعني، الرموز الدينية اللي كانت موجودة. وبالإعلان دمشق وافقوا، وبربيع دمشق شاركوا بوثائق مشتركة والآخري، وكانوا ماشيين معنا. لكن هن فكروا انه ياخدوا الشغل لحالهم من خلال حشك ناس طويل، عدد كبير من الناس تعطيهم أغلبية بالتصويت مقابل انه هن بيدفعوا لها مصاري. شوي 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 هن مشيوا مع المسار الدولي، ومشيوا ضمن التوافقات الدولية برعاية الدول العربية وتركيا والتدليس من دول أجنبية سوقنا إلى التفاوض مع الأسد من أجل الإبقاء على الأسد. مرروا موضوع الحل العسكري للنظام من خلال مسار تفاوضي لا ينتج شيئا. هلأ استقالت بعض الناس، وبعض الناس مستمر. شو الحل؟ يبنى يشتغل يعني. هلأ ببساطة يطلع هلأ كذا محامي يعني بأمريكا أو الدول الأوروبية وكذا، يعملوا مذكرة قانونية إنه هذا المسار الدستوري الماشي حاليا هذا المسار يعني لا يمكن أن ينتج عنه شيء، وبالتالي كل ما ينتج عنه غير شرعي. ليه؟ لأنه تمثيل الشعب السوري مو صحيح، وبالتالي أنتوا عم تكتبوا دستور لشعب. على الأقل لازم يكون في معايير للتمثيل وفي آليات حتى يكون شرعي يعني. انتوا عم تعتمدوا انه هدول ممثلي المعارضة وممثلي النظام، لا هذا صحيح. النظام والمعارضة اليوم اصبحوا يعني وكلاء لدول اجنبية، النظام وكيل للإيراني للروسي، والمعارضة وكيل لتركيا وقطر والسعودية. الشعب السوري مستبعد تماما، وبالتالي قانونيا لا يجوز ان يكتب دستور الا هيئة دستورية منتخبة مباشرة من الشعب السوري. إذا في خلل قانوني كبير جدا، وهذا يتطلب شهادة الناس اللي استقالت والناس وبعض رموز المعارضة إنه يا أخي آلية اختيار المعارضة إن كان بالمجلس الوطني وإن كان بالائتلاف لم تكن ديمقراطية، ثم آلية اختيار اللجنة الدستورية عار يعني فضيحة. فين حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ وين حق الشعوب في انتخاب السلطة التي تريدها وكتابة نظام السياسي؟ إذا حق تقرير المصير بتقره الأمم المتحدة يتناقض جذريا مع الآلية اللي اعتمدتها الأمم المتحدة في اختيار اللجنة الدستورية. ليش ما بيتفاوضوا على شيء تاني غير الدستور يعني؟ فوتونا بموضوع الدستور جماعة سوتشي من شان شو؟ من شان أنه يعني يكسبوا الوقت ويضيعوا المسار عن المفقودين وعن المعتقلين وعن اللاجئين وعن الحريات وعن كيف بدهم يضيعوا عن هذا المسار. عملوا لنا الدستور، عدوا تفاوضوا على الدستور، قالوا سنغرقهم في التفاصيل. ليش قبل الغرب باللجنة بالمسار الدستوري؟ كانوا اجتمعوا بأمريكا بال 2018 وقرروا القبول من مسار اللجنة الدستورية. ليه؟
قال يعني نحن المهم ننتقل من سوتشي ونرجع المرجعية لمجلس الأمن، ما بيهمنا على شو، على أي سلة يعني، المهم أنه الروسي يقبل أنه المرجعية في النهاية ومجلس الأمن وليس مسار سوتشي. يعني كانوا خايفين يطلعون برا نهائيا من اللعبة، فقال نحن قبلنا شكلا حتى يضل قاعد على الطاولة، ما يهرب من الطاولة الروسي والنظام. يعني كنا عم نحلم أنه يضل قاعد على الطاولة، ودل قاعد على الطاولة بس ما بيعمل شيء. فإذا أيضا دول غربية والعربية كانت ميالة لإعطاء الوقت الكافي لتنفيذ المخطط الأساسي في أنه النظام يستكمل الحل العسكري، واستكملوا تقريبا. إذا هلأ المطلوب من الناس، من الشباب يعني محامين شاطرين بهالقصة الموجودين بأمريكا، أنه يشكلوا عريضة قانونية يوقع عليها عدد من الرموز الوطنيين ويرفقوها بشهادات شخصية من قبل المستقلين ورموز من المعارضة، أنه كيف اختيرت تلك القيادات وكيف تنقيت وعلى أي معايير. وبالتالي هذا كافي أنا برأيي، يتقدم للمكتب القانوني بالأمم المتحدة وينشر على الإعلام ويتقدم للدول بشكل رسمي أنه كافي لإسقاط مسار اللجنة الدستورية. ليه نحن ما نسقط مسار اللجنة الدستورية لحتى نرجع لمجلس الأمن نقول لهم لا، لازم تعملوا مسار آخر غير هاد، غير اللجنة. اللجنة الدستورية والدستور لا يجوز أن يكتب إلا من خلال الشعب ضمن انتخابات حرة نزيهة تجري في جو آمن، في جو آمن وديمقراطي. إذا ما في هيك ما اسمه دستور، اسمه هذا قانون أراؤوش، اسمه قانون أراؤوش، اسمه الدستور الروسي. إن شاء الله يكون أحسن دستور من ناحية الشكل، ساقط يعني من ناحية الأساس مرفوض، بالأساس مرفوض هالطريقة في كتاب الدستور مرفوضة شو من كان نتيجته. شغلونا على شغلة رؤية وعلى شغلة سوريا after ما عاملينا نحن من 79. نحن شو بدنا سوريا؟ مطالب التجمع الوطني الديمقراطي كانت واضحة وكافية، وإلى اليوم كافية، وإعلان دمشق كافي كإطار جامع للمعارضة والآخرية كافي، يعني ما بده أكتر منك. وافقوا عليه الكرد، وافقوا عليه العرب، وافقوا عليه الإخوان، كله وافق عليه، وما بدنا غيره يعني. والمعارضة موحدة كانت على هالمبادئ، وما تزال هذه المبادئ هي الأساس للحل. مجلس الأمن ما بده يعتمد هذه المبادئ، ولا بده يعتمد آليات لتحقيقها، بده يتهرب من التزاماته تجاه الشعب السوري. ليه؟ لأنه الروسي ما بده يلتزم بشيء، بده يفرض حل عسكري مثل ما عم يعمل به بأوكرانيا، تماما نفس الطريقة، أنه أنا بفوت عسكريا بدعم طرف، بعمل حل عسكري وبشرعنه سياسيا. الخطر اليوم أنه شرعنته السياسية تكون عن طريق هذه المعارضة واللجنة الدستورية واللجنة التفاوض والآخرين. نحن حتى ما يضيع حقوقنا وما تضيع ثورتنا وما تضيع دماء شهدائنا هدرا، يجب إسقاط هذا المسار لإسقاط هذه الآلية. نحن بدنا نقول أنه لا المعارضة السورية ولا الهيئات الممثلة لها ولا اللجنة الدستورية لها من الشرعية لتمثيل الشعب السوري، ولا لكتاب الدستور له، ولا النظام أصلا. يعني نحن قايلين من زمان، وبالتالي ليس هكذا تورد الإبل. يعني الشعب السوري ما يزال متمسك في حقه في اختيار السلطة السياسية التي يريد، وهذا جزء أساسي من قانون الأمم المتحدة. الاحتجاج بانه لازم يكون في بديل، انا برايي ما عاد وارد، لانه ما عاد عندنا قوى على الارض تخضع لهذا البديل. كل عمرها القياده المعارضه لحال والفصائل لحال، وهلا اليوم الفصائل الموجوده على الارض كلها متهمه بصفه الارهاب وارتكاب جرائم والى اخره، مرتزقه، شيء مرتزق شيء 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 ارهابي. ما عندنا فصائل، يعني ما عندنا فصائل على الأرض ذات شرعية، لن كان الهيئة تبع الجولاني، ولن كان الجيش الوطني اللي ارتكب جرائم بعفرين واشتغل مرتزق هون وهون، ولن كان قساد اللي متهم بولائها للبيكيكي اللي مصنف كمان إرهابي. وبالتالي والنظام تعرفوا يعني نظام إرهابي مجرم ارتكب جرائم ضد الإنسانية والآخر. إذا معقول تجيب هذه كل الناس تعمل لك يعني دستور شو بده يكون؟ دستور للجريمة. أين الشعب السوري؟ مش موجود.
هذا بدنا نحكيه بدنا نقوله بما أنه أزمة أوكرانيا تتجه للحل حتى لا تحل القضية السورية. بالذات بهذه الطريقة الماشية فيها حاليا لازم هلأ نحن نتحرك، وأنا أربأ بأنه هودي البقيانين باللجنة أنه يستمروا، يعني يجب أن نجهد استقالات جماعية وشهادات جماعية إذا كان في درجة حد أدنى من المسؤولية الوطنية، لأنه عمليا لا الراتب لح يبقى ولا شيء. شغلة واحدة لح تسوى هي أنه تشرعنوا نظام الأسد والاحتلال الروسي والإيراني، وأمريكا ما عندها مانع بالاحتلال الإيراني لسوريا. الاتفاق النووي يعني ضمنا سيطرة إيران على سوريا، يعني ضمنا سيطرة إيران على سوريا. فهمتوها هاي؟ صرت عايدها ثلاث مرات. أمريكا ما عندها مانع وروسيا موافقة، وبالتالي نحن منضيع وثورتنا منضيع. بدنا حدا يستقيل، بدنا ناس تكتب عريضة، بدنا حراك شعبي مؤيد لها. هذا هو المطلوب اليوم حتى ما نتفاجأ بكرة بأنه فجأة اجتمعت الدول وتفاهمت على حل في سوريا يستبعد الشعب السوري من هذا الحل، ونعود إلى دائرة العبودية. واليوم العبودية مكفولة بقرارات دولية، يعني ما عاد فيك تغير شيء. التركيز على جرائم الحرب، التركيز على الجرائم ضد الإنسانية، التركيز على فساد المعارضة وجرائمها، هن اللي بيسقطوا شرعية هذا المسار وبيعيدوا الأمور للمربع رقم واحد، بيعيدوا الأمور لحق الشعب السوري في أن يعود إلى أرضه بعد تأمين بيئة آمنة. وهذه المهمة صارت يجب أن تكون مهمة الدول اللي بدها تتوافق. أول شيء الأمن، ثاني شيء العودة، ثالث شيء الحريات، رابع شيء الانتخابات، خامس شيء الدستور. هيك بتصير الأمور تترتب، مو تبلش بدستور قبل الأمن وقبل ما نرجع على الأرض ويكتبوا لنا إياه السفير الروسي والسفير التركي والسفير القطري والسفير المدري، يكتبوا لنا الدستور ويجيبوا لنا على البلد ويخضعونا لسلطات هن بيختاروها، يعني احتلال على استعمار على ما بعرف شو، على سلطة عصابات، على إفلات من العقاب، على مجتمع يبنى على الانتقام والجريمة. ما عملنا شيء، ما سوينا شيء. إذن إعادة ترتيب الأولويات، إسقاط قطع رأس النظام ورأس المعارضة وإخراجهم من دائرة الشرعية، والانتقال إلى بداية جديدة على أرضية جديدة، تقسيم المهام، بتبلش مهمة أمنية، مهمة عودة اللاجئين، مهمة حياة سياسية، مهمة بإشراف دولي. هذا هو المطلوب، وما صار هيك فالمقاومة مستمرة يتبعها.